تقول: نريد من سماحة الشيخ أن يوجه كلمة حول أهمية احترام وتعظيم مكة المكرمة البلدة المحرمة. لا شك أن مكة، أن الله جل وعلا حرمها، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، فهي حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله، لا يحصل فيها مخالفات شرعية، لا يحصل فيها مخالفات شرعية، تطهر من المخالفات ومن الذنوب والمعاصي والمخالفات، تطهر منها. يجب على المسلم أن يعظم هذه البلد حق تعظيمها، وأن يأتي إليها راغبا فيما عند الله من الأجر والثواب. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، الاعتكاف في المسجد الحرام، الطواف بالبيت العتيق، يأتي لهذه الأمور. أما أن يأتي ليفسد، ليفسد هو وليفسد، قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يجب على المسلم أن يحترم هذا الحرم الذي حرمه الله ورسوله.